يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح قول من يقول إن المسلم متى ما وجد مكانا آمنا يستطيع أن يظهر فيه شعائر الله فإن له العيش فيه ولا يلزمه الهجرة، وإن تقسيم الفقهاء للبلدان إلى دار إسلام ودار كفر لا يعد صالحا في هذه الأيام، لأن بعض دول الكفر تمكن المسلمين من إظهار شعائرهم وبعض دول الإسلام خلاف ذلك، هل هذا الكلام صحيح؟ تقسيم البلاد إلى دار كفر ودار إسلام هذا باقي إلى أن تقوم الساعة، ما حد يغيره ولا حد يتصرف فيه، إنما هذا قول الصحفيين والناس اللي يدعون إلى الميعان ويتكلمون بغير علم. دار الكفر ودار الإسلام باقيتان، ما بقي الكفر والإيمان إلى أن تقوم الساعة. وكون المسلم يضطر أحيانا بعض الأحيان إلى البقاء في دولة كافرة لأنه يتمكن في ذلك من عبادة ربه ولا تعارضه هذه الدولة، هذا يجوز مؤقتا، يجوز له مؤقتا، ولا يتخذ دار الكفار دار إقامة باستمرار فيها، إنما شيء مؤقت بقدر الحاجة وبقدر الضرورة ثم يلحق بدار الإسلام، فهو ينتسب إلى دار الإسلام، ينتسب إلى المسلمين ولو كان عند الكفر، ينتسب للإسلام والمسلمين. وإذا اضطره الأمر إلى أنه يبقى في بلاد الكفار إلى أن يزول ما في بلده من الضغط والضيق، هذا يجوز للضرورة ويكون مؤقتا، أما الاستيطان في بلاد الكفار بصفة دائمة هذا لا يجوز، لأنها لا يؤثر عليه على المدى البعيد ويؤثر على ذريته، يؤثر عليه. نعم.